هاي جايز، كي دايرين؟ لاباس عليكم. جيتكم فيديو جديده ان انتو دايز فيديو، غادي نجاوب الاسئله ديالكم اللي كتبتوا في انستغرام على الباك. هذا تولجو هاد الاسئله هادو جبتهم واحد ستوري اللي حطيتها في انستا، هو الانستغرام ديالي. اي وونت تو جو ذير تما تونوني ولا شي حاجه بحال هكا، او انسر يو. دابا حتى الفيديو اصلا غيكون طويل، بلا ما نطول في الهضره بزاف نبداو في الاسئله ديالكم. باش نجاوب الاسئله كاملين اختاريت منهم 31 سؤال، مع الصراحه هادو اللي جبت، ولكن ما عرفتش معاود ولا ما معاودينش. وي ويل سي كيفاش نعقلوا على الاسماء الفلاسفه وما نوقعوش في حالات غش، خصوصا حتى حفظت من كتاب فيه الملخصات. اول حاجه كيفاش تعقلوا على اسماء الفلاسفه، هي كما كنت قلت لكم واحد الدري في انستغرام، هي انكم خصكم ديروا فيديو تخدموا الفلسفه، ديروا طابلو على كل درس وديروا فيه الفلاسفه وكل واحد الافكار ديالو، فهمتوني؟ بحال هكا. دونك سواء بغيتي تحفظ اسماء الفلاسفه غادي تحفظ باغ درس، يعني غتاخذ درس وغادي تبقى تعرض الفلاسفه اللي فيه، كتب وحفظهم بالترتيب اللي ديما كتخدم به، يعني اللي كاتب فيه الدرس ديالك ولا اللي كاتب فيه الموضوع ديالك. هكا غادي تحفظ الدرس في الامتحانات، تقرا دوما الفلاسفه اللي فيه وصافي، تراجعهم تقدر تحفظهم دائما بحال هكا، وتراجعهم قبل الوطني وقبل الامتحان، فهمتي؟ قبل ما تدخل دوز الامتحان. وغير عطيكم ورقه ديال الوثائق ويبدا الامتحان، خذوا الورقه ديالكم وشوفوا الموضوع اللي باغيين تكتبوا فيه، وكتبوا ديك الساعه قبل ما تبداو تكتبوا الموضوع ديالكم، كتبوا ديك الساعه في ورقه الوثائق ديالكم الفلاسفه اللي كاينين في هذا الموضوع هذا واللي غادي تحتاجوهم، حيت اون فوا كدا تخدم يقدر تخربق وتقدر تستريسا وتنسى اسماء الفلاسفه. دونك اون فوا تعرف الموضوع اللي باغي تخدم فيه، كتب ديك الساعه في ورقه الوثائق ديالك. اذا بغيتي عاوتاني قبل كاع ما تختار الموضوع اللي غادي تكتب فيه، تكتب اسماء ديال كاع الفلاسفه اللي كاينين في كاع الدروس في ورقه الوثائق ديالك قبل ما تختار الموضوع ديالك، باش ما تخربقش وباش تكون كاينه شي حاجه تزيدك. كيفاش نتعلموا نجاوبوا في الاس في تي؟ اون فوا غادي تخدم الوطنيات بزاف وتبقى تشوف كيفاش البروف ديالك كيجاوب، تبقى تشوف التصحيح، غادي تعرف ان كاين شي اسئله اللي فيهم دي مو كلي ولا فيما كيتبدل لك شي درس، تقدروا تكتب شي كلمات محدده، هذوك الكلمات غادي تحفظهم عن ظهر قلب، غتبقى تشوف دائما كتعاود نفس النمطيه، نفس الكلمات كيتعاودوا في كل جواب سؤال معين، دائما عندك واحد الجواب اللي فيه هاد الكلمات هادو، شنو ما كان الوضع، شنو ما كان الكونسيكونس ديال داك الحاجه كتهضروا عليها، مي واحد الكلمات كلي اللي خصك ضروري تذكرهم هما هادوك اللي غادي تعتمد عليهم. وهادوك راه باي ذا واي راه كيتنقطوا بالنقطه، فهمتوني؟ زعما كيشوف لك المصحح كيبقى يشوف لك واش كاينه هاد الكلمه هادي، اذا كانت كاينه هاد الكلمه هادي يعطيك 4، اذا ما كانتش كاينه هاد الكلمه هادي يحيد لك 4، فهمتوني؟ كيكونوا بحال هكا عندهم الكيد ديالهم، وبحال هكا كيكون في التصحيح ديالهم كيكون بحال هكا، هاد الكلمه هادي خصها تكون باش تعطي لها 4، اذا ما كانتش ديك الكلمه واخا يكون الجواب ديالك صحيح راه كيحيد لك ديك 4. هذا هو التصحيح ديال الاس في تي هكا كيدوز. بحال هكا انا لي بروف اللي كنقدروا لي المراجعه، والبروف ديالي في المدرسه هكا علماتني. دونك يس، من شفتي المنهجيه ديال الفيلو، المنهجيه ديال الفيلو قرا عليها البروف ديالي. المهم راه تقدروا تلقاوها شو على الانترنت كيفاش تكتبوا المنهجيه، راه كيكون كاين الاطار المرجعي شنو الاشياء اللي خصهم يكتبوا، ولكن هاد لي زانفورماسيون هادو بالضبط ولا الديتاي ديالهم راه كيكونوا عند البروف ديالكم. شنو نديروا في اخر 10 ايام؟ المهم راه كندرت لكم فيديو قبل هذا، كندرت لكم على الباك، كنت قلت لكم شنو خصكم ديروا في الشهر الاخراني وشنو ديروا في 10 ايام الاخرى ولا الديتاي داكشي كامل في 10 ايام الاخرى. المهم الاختصار ديال داك الشيء اللي قلتو، واخا صراحه نصحكم تمشيو تفرجوا ديك لا فيديو حتى الشيء اللي فيها درس ديتاي، ولكن رؤوس الاقلام اللي غنقول لكم دابا ايام الاخرى. غادي ترجع حيت قلت لكم ديك لا فيديو غيكون عندكم واحد الكارنا صغير غتبقاو ديروا فيه التمارين اللي صعاب لي شي ميثود جديده اللي تعلمتوها فيك 10 ايام الاخرى، تبقاو تراجعوا داكشي اللي ديجا درتوه، يعني تشوفوا داكشي اللي سجلتوه في الكارنا ديالكم، غتبقاو تخدموا التمارين اللي نمطيه بزاف اللي دائما كتحط شي كيسيون اللي دائما كتحط ممكن شي وطني دوز بلا بيه، وغتبقاو تركزوا على الملخصات ديالكم بحال هكا كدوز 10 ايام الاخرى، كتحاول تيفيت انك تخدم التمارين اللي صعاب اللي غادي ستريسيو اكثر، كتخدم داكشي اللي ساهل، ولكن ات ذا سيم تايم راه كترجع تراجع داكشي اللي صعيب اللي خدمتيه ديجا. ديك لا فيديو الاخرى راه في استراتيجيه دابا بالديتاي، ما نقدرش نقول لكم دابا حيت داكشي كثير، مي هادو هما رؤوس الاقلام اللي خصكم تكونوا عارفين. هاو تو ديل ويز ستريس، المهم هذا عاوتاني هاو تو ديل ويز ستريس درت لكم عليها فيديو عاوتاني، حتى هي نحط لكم ديك اللعبه اللي كتكون هنايا في الراس، غادي ندير لكم اللينك ديالها في الديسكريبشن بوكس. ولكن كيفاش ديري ويز ستريس؟ هي انك خصك تعرف مالك ما عليك وليس عليك، فهمتيني؟ خاصك تكون عارف ان راك داخل تدخل غتدخل دوز ان اكزام، راه عارف راسك غتستريس، راه ممكنش ما تستريساش في الاكزام، انا ما تستريساش في الاكزام، تبلوكيت في الاكزام ديال الفيزيك، دونك راه عادي، راه خاصكم تدخلوا بالمايند سيت ديال انك غادي تستريس، راه ماشي تدخل تقول اوكي راه خاصك تينك بوزيتيفلي وداك الشيء، وراه كاين راه خاصك تاكسبكت انك غادي تستريس، حيت راه بزاف غادي تستريس، راه ممكنش ما تستريساش، ولكن اللي خاصك تعرف ان داك ستريس راه ماشي نيجاتيف. دخل كنقول لكم دخل بالمايند سيت ديال انك غاتستريس، ولكن دخل بالمايند سيت ديال انك غاتستريس، ولكن داك ستريس راه ماشي حاجه خايبه، وخاصك تدخل بالمايند سيت ديال انك عارف كيفاش غاتعامل مع داك ستريس، مي غادي طيح فيه، مي غاتطيح في داك ستريس نهار ديال
اكزامبل ديالك راه غادي تقول مع راسك بحال مثلا انا نعطيكم اكزامبل ديالي كنت بلوكيت 21 دقيقه في الفيزيك بحال هكا 20 دقيقه بحال هكا الاولى كداس ليا مش في المكانه وشفت ان صافي جات لي 20 دقيقه ماشي فكرت فيها از نيجاتيف ثينغ بس كنت ستريس اكثر من حاجه بحال هكا اوز لايك صافي ضاعت هذيك 20 دقيقه راه هذاك بحال كان الوقت ديال الراحه ديالي كان الوقت اللي غادي بحال لي داك الجاب ديال بين انا كنستريسي وغتدخل ليكزام وصافي غتبدا تخدم هذوك الكاب ديك 20 دقيقه الاولى كتكون باقا مدهشر انا فكرت فيها از بوزيتيف ثينغ وفكرت فيها صافي دابا ارتاحيت دونك خصني دابا نخدم و ات هيلب الوت ولكن مش عارفه كيفاش ديلي ويز ستريس ديال بصح ديال بصح وقبل لي زيكزام وداك الشيء راه درت لكم فيديو ديتاي على الشيء هذا فيه مور انفورميشن على الشيء اللي قلت دابا المهم هذا هو الكونسيبت اما الشيء قدام هو الكونسيبت كامل شي ناسيونو كافيين بالنسبه للمات بالنسبه لهاد الفتره اللي نتوما داخلين فيها اهل ناسيونو كافيين ولكن اللي خصكم تعرفوا ان انا قبل انا غنهضر لكم على راسي انا قبل كاع من دا هاد لابيريود ديال درت خدمه ناسيونو هادشي هذا كنت كنخدم التمارين ديال الماتس بزاف دونك من ناحيه العقليه والتكنيك التمارين ديال الوطني راه ما كافياش باش توجد الوطني ولكن في ايامات الاخرى وي كافيين حيت دابا البلان ديال المات راه ولا كيتحط شويه صعاب شويه فيه تخدم عقلك ودوك اللعبات دونك نو كليك تقول ناسيونو ما كافيش لي ناسيونو ما كافياش هما لا باز ولكن انصحكم بزاف 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 تمشيو تخدموا التمارين ديال المات الاخرين هذا راه باينه وباينه ما يحطوش المات ساهل زعما ما يبقاوش كيحطوه ساهل شحال هادي ولكن دونت ستريس ابوت غيحطوا لكم شي حاجه دابا البلان بلي انا شنو بان لي بعدا خصوصا في الوطن ديالنا حنا انهم ولاو ماشي كيحطوا التمارين صعاب في الماط مي كياخذوا ابروتش حدا اخرى لشي نوسيون في الماط فهمتيني دونك ماشي كيجيبها لك من المنظور اللي انت ديما كتشوفها فيه مي كيجيبها لك ماشي منظور اللي كاين في لو كور ديالك ولكن عمرك ما كتخدم به هذا هو الكونسيبت كامل دونك ركزوا على الكور ديالكم في الماط بس واش لي ناسيونو كافيين في هاد الوقيته بوغ لي ناسيونو وي انا بالنسبه لي لي ناسيونو كافيين ولكن راه كنت كنخدم لي ناسيونو ديال سيونس مات دونك الا خدمتي لي ناسيونو ديال سيونس مات وي كافيين اذا خدمتي لي ناسيونو ديال فيزيك نو اتس نوت كافيين حيتاش ناسيونو ديال سيونس مات صعب وكيخلوك تخدم عقلك اكثر الشيمي عندنا ويا نبداها از ذات اوكي كنت ديجا خدمتها وكنفهمها في القاسم وي الشيمي ماشي بحال الفيزيك الشيمي شويه سهله على الفيزيك ولكن راه باقي لك شهر دونك اتس اوكي دابا انك باقي ما خدمتيهاش مزيان 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 ولكن صراحه هذا الشهر هذا راه هو لا باز يعني سواء الفيزيك سواء الشيمي سواء المات ولا هاد الشيء هذا انا غتثبت المعلومه ديالك دونك اتس اوكي انك باقي ما بديتيش كتخدميها فعليا ولكن كما قلتي انت عندك لو كاد انك ديجا كنتي كتخدميها وديجا مبازي مزيان في الدروس ديالك دونك يور غود بالنسبه للمانيوال اللي كنتي كخدامه به فاش ما كنتيش كتلقى لي سوليوشن شنو كنتي كديري المانيوال اللي عطاتكم انا ديال ماكس راه ما فيهش لي سوليوشن وراه اتس بوزيتيف ثينغ انك كتشوف واحد باش كيكونش كاين لي سوليوشن انت من راه صعيب وراه بصح كيكونوا صعاب هذوك اللي ما كيكون فيهم لي سوليوشن وباش تلقاو الدواء ديال هاد الفاكت انه ما كاينش لي سوليوشن كتمشيو تشوفوا شي تمارين اللي ديجا كيشبهوا اللي عندكم كوريكسيون ديالهم كيشبهوا داك التمرين اللي نتوما كتخدموا فيه ديك اللحظه وكديروا كومباريزون بين داكشي اللي خدمتوه وتصحيح داكشي اللي خدمتوه وهذا الشيء اللي كتخدم دابا ولا كاع ان ورست كيس سيناريو ما عندكش الكوريكسيون عمرك ما خدمتي شي حاجه بحالو كتمشي كتصيفطوا لشي فريند اوف يورز اللي انت تايق فيه انه قراي وكيعرف يقرا وشي واحد اللي ما غيتسممش معاك فهمتيني غادي تصيفطوا ليه وغادي تخدموا اونصامبل وتعطيه ليه يخدموا هو وتخدموا اونصامبل تقارنوا باللي ريبونس ديالكم واش درتي في هذه وما درتيش في هذه ولا كاع كاع اذا حصلتي كاع تمشي عند البروف ديالك تسول تقول هذا الاستاذ هذا السؤال هذا والاستاذ هذا السؤال هذا راه ما عرفتش ليه وما عرفتش كيفاش نخدمه بحال هكا ولا عاوتاني كاينه فرضيه واحده اخرى واخا بعض المرات ما كتلقاش التصحيح في الكتاب تمشي لجوجل وطابيتي داك التمرين اللي عندك نتايا راك بعض المرات راه كتلقى الكوريكسيون ديالو اونلاين دونك راه كاين بزاف ديال لي سوليوشن ولكن راه ماشي ما تشوفش شي تمرين ما عندوش الحل ديالو ما تخدموش بالعكس دوك ما التمرين زوينين هكا كيكونوا كيوت دابا دابا حيدوا لنا مجزوءه واش يكفي نحفظ مجزوءه واحده نوب حيدوا لكم مجزوءه هما كانوا اربعه ديال المجزوءات حيدوا لكم مجزوءه بقاو ثلاثه المجزوءات في الامتحان الوطني كيحطوا لكم ثلاثه المواضيع سؤال قوله ونص دونك راه دونطو لي كارخ خصك تحفظي جوج ديال المجزوءات اون جينيرال الفلسفه كنحفظوا جوج ديال المجزوءات علاش نورمالمون كنا كنحفظوا جوج ديال المجزوءات حيت عندك اربعه ديال المجزوءات في الاصل وكيحطوك ثلاثه دونك بالضروره غتكون وحده من دوك جوج اللي حفظتي غتحط لك دابا هاد لوكا هذا ديالنا ثلاثه المجزوءات ولكن اللي خصك تعرف ان راه ماشي بالضروره داك المجزوء اللي انت حافظ يتحط فيها الموضوع اللي انت عاجبك يعني يقدر الموضوع اللي تحط لك داك المجزوء اللي انت حفظته هي بوحده واول عليها ما يعجبكش وما تعرفش كيفاش تخدم فيه ويتحط صعيب فهمتيني اصلا راه الوقت كافي انكم تحفظوا جوج ديال المجزوءات ماشي شي حاجه اللي هي كومبليكي ما فيها باس تحفظوا جوج ديال المجزوءات صوف اذا كنت تايق فراسك ان شنو ما تحط لك داك المجزوء اللي غادي تحفظها بوحده غادي تعرف تخدم ولكن صراحه انا هاد القضيه ديال حيدوا لنا المجزوءه وبقاو لنا ثلاثه المجزوءات وما كيحطوا ثلاثه المواضيع انا ديما كنخاف من الفاكت ما عرفتش انا بوحدي ولكن راه كان عندي الباك
وكنت كنقول ميبي يحطوا ليا هادي فكره، هادي فكره خارج على الموضوع، وكنت كنقول مع راسي ميبي يحطوا ليا جوج ديال المواضيع، يحطوا لي مثلا السؤال والقوله في نفس المجزوءه، مع ديك كتقطع هي في راسي وما عرفت واش اتس بوسيبل ولا اتس نوت بوسيبل، ولكن راه خصك تحفظ جوج المجزوءات غير او كاو، حيت ما تعرفش شنو يوقع، راه ما تعرفش شنو يوقع. دفاكت انا وحيد اللي عندي فات ما حطوش وضع البشري، تقدر توقع اي حاجه. انا فويس اوف ريزن ديالكم، انا الفويس، انا هو داك الانسان اللي طاح ليه في راسو داك الافكار اللي نتوما طاحوا ليكم دابا في راسكم، حتى انا طاحوا ليا في راسي، وحتى انا كنت كنفكر انا نديرهم، ولكن انا الفويس اوف ريزن، انا اللي غادي نقول لكم علاش ما خصكمش ديروا داك الفكره السيئه اللي عندكم في راسكم. هكا شوفونا اوكي، لونغ لي كاع ما قصتها از ذات اوكي، يس انا صراحه ما قصتهاش، قصتها جوج السيمانات الاخرى عديت كنقرا في اللونغلي وما كنتش كاع كنقراها مزيان. المهم راه سات لي بوين النيفو ديالك في اللونغلي، سا دي بوين لا كيفاش كنتي كتخدم في القسم، واش كتجيب نقاط مزيانين وداك الشيء، هادو هما المعايير اللي خصك تشوف بهم. واش اتس باد انك باقي ما بديتيش لونغلي ولا اتس جود تسمى اتس اوكي انك باقي ما بديتيش لونغلي؟ مازال ما بديتش الفيلو اشنو ندير؟ خصك تحفظ الفيلو، شد الطابلو شد الموضوع ديالك. هذه كانت ميثود قلتها لكم في واحد الريل في انستغرام، قلت لكم تاخذ الكور ديالك وتدير طابلو كتكتب فيه الفلاسفه اللي عندك بوغ وكونتر، كدير بوغ من جهه وكونتر من جهه بوحده، وكتكتب الافكار ديال كل واحد فيهم، ولتحت كاع كتكتب الحجج ديالو والامثله اللي عطى، اي ميثود اللي استخدمها هو ديفرنت ذان دي اذرز، وصافي بحال هكا كتحفظ. غادي تحفظ دوك تحفظ دوك الافكار هادو كي دايرين، راه غادي تمشي لكل مجزوءه عندك غادي تحفظ واحد بحال كان شي فهم كاين عندك وصافي، غتحفظو عند ظهري قلب. المناقشة الداخلية حتى هي غتحفظها عند ظهري قلب. انا راه صراحة كنت حفظتهم زعما ديال كل مفهوم بوحدها، كنت حفظتها بحال هكا. هذا هو البلان. الوطنيات واش بالضرورة تخدمو ديال الفيلو؟ انا راه مكنتش كنخدم ديال الفيلو الوطنيات، عمري وقل ما خدمت حتى شي وطني واحد. علاش؟ كنت ماشي مكنخدموهمش، كنت كنقرا الموضوع، كنحط رؤوس الاقلام، كنحط الاشياء اللي خصني ندخلهم في الموضوع ديالي وصافي جمعنا وطوالو. واش لابد نحفظ لسيد المجزوءات بالنسبة للفلسفة؟ نوب، جوج ار انف. شوما الحوايج لي خصنا نركزو عليهم فهاد الشهر هدا؟ راه كنت درتها ليكم في الفيديو لي فات، غو تشيك ات اوت، هداك راه فيه بلو ديتاي. واش عادي انك دوز من مرحلة القراية ديال الباك كتجيك صعيبة وكتبقى تشك في راسك انك ما غاتجيبش مزيان؟ وي عادي، راه اذا حسيتي بها تعرف راسك غادي في الطريق المستقيم. انا راه ذا هول تايم اي واز لايك ما غاتجيبش مزيان، ولكن جبت مزيان، فهمتوني؟ ضروري من دوز من المرحلة هادي، حيت هي المرحلة اللي غادي اذا ما دزتيش منها قبل الباك راه غادوز بها نهار الباك، فهمتيني؟ دونك من الاحسن تعيشها قبل الباك لانك غاتعيشها في البيريود ديال لي زيكزام، وهادي كتدخل في كيفاش ديالي مع ستريس ديالك، كيفاش تعطي الكونفرميشن لراسك، وكيفاش تعطي الوردز اوف افيرميشن تو يور سيلف باش تفهم ان راك يور دوين جود. دونك هادشي راه طرقت لكم كنت هضرت عليه في واحد الفيديو اخر، جو تشيك ات اوت اتس مور ديتيلد. كومو تا بو جيري طون ستريس قدام ورقة ليكزام؟ انا راه غير سيميلي جي بانيك، راه ضروري تستريس خصوصا في ليكزام الاولاني، انا راه فقت لكم الفيزيك راه كنت بانيكيت واحد البانيك ديال مش بانيك هذا عقلي تبلوكا، فهمتوني؟ باش كتحط قدامك الورقة باش نوصف لكم الاحساس ديال باش كتحط لك قدامك الورقة، باش كتحط لك قدامك الورقة ديال الفيزيك اول مرة كتقول كتشوف كتبان لك الورقة جديدة عليك، ديك الورقة ديال الوطنية جديدة طويلة قدا قد ما عرفتش شنو فيها بشي متر ديال الطول، وكتقول كتكون مولف تخدم في الدار راندوملي، يعني باش كتكون كتخدم في الدار كتكون مرتاح، كتكون كتكتب داكشي كيما كان وكتخبق كيما كان، واش بالضرورة تكتب داكشي بلي ديطاي باش كتكون في الدار، ولكن كتحط قدام الورقة خصك تكتب كاع، كتحس براسك في ليكم الشهور كتحس بأن كاع الأفكار اللي عندك في راسك خصك تكتبهم في ديك الورقة باش المصحح يعرفك راك فاهم هادي الفكرة كطيح لك في راسك. ويت رايت حيت بلي كنكونو في الدار بعض المرات مكنكتبوش شي انفورماسيون في الورقة، كنقولو صافي هادي انا عارفة ما عندي فين نكتبها بلا ما نزيد قدامك الورقة، مكتعرفش فين خصك تكتب هاد لانفورماسيون هادي، مكتعرفش في اين السطر، المهم كتبانيك بواحد الطريقة. ولكن راه الحل ديال هادي هو انك تدرب في الدار. الغلط اللي كنت درتو جوبونس ما اثرش عليا انا، ولكن جوبونس غيأثر على الناس الاخرين اذا داروا وما عرفوش يجيو ستريس ديالهم ديك اللحظه، هي انك الطريقه اللي كتمشي كتخدم بها في الدار ماشي الطريقه اللي غتخدم فيها نهار الوطن، ماشي نفس الحاجه غتكتبها وماشي بزاف ديال الاشياء، راه باش كنكونوا في الدار كنكونوا مسهلين مع راسنا، كنبقاو نديروا عين ميكا ساشون كو ديك عين ميكا راه في الاخر غترجع لك بالخالد نهار ديال الوطن حيت ما تعرفش شنو تكتب ليها في الورقه. دونك الحل ديال هادي وجوبونس كان خصني نديرها انا باش كنت ما غنضيعش ديك 20 دقيقه اللي ضيعتها فيزيك، هي انني باش كنت في الدار كنخصني ندرب نكتب داكشي بحال اللي غنكتب في ليكزام، نحط راسي في الستريس، نحط راسي في الوقت، نحط راسي في السيتواسيون ديال ان عندي واحد الورقه اللي خصها تبقى نقيه وخصها تكون مقاده وداكشي مرتب ومهذب، والبروف خصو يعرف ديك الافكار اللي عندي في راسي. دونك بحال هكا جو بونس غاتجيغي ستريس ديالك هو انك تدربي على قبل تفري دورو في الاكزام وتشوفي تعيشيهم كاملين في داركم باش كتجربي،
خصك تعرفي ان الامتحان راه مجرد ورقه. هاد المعلومه هادي كنت هضرت لكم فيها على ديك لا فيديو، مي اي ام ذا ماستر اوف ماي سيلف، انا اللي غادي نقدر نتحكم ديك الورقه شنو فيها، انا اللي غادي نعرف شنو نكتب ديك الورقه. الورقه ما غاديش تجي عندي وغتاكلنا، داك التمرين راه ماشي غيتحكم فيه، راه انا اللي غادي نتحكم فيه. دونك دائما دير هاد الفكره هادي في راسك، و ات سيفد مي في ديك اللحظات الاولى في الفيزيك، حيتاش قلت مالك اف ما درتي والو في هاد اللحظه هادي راه بحال ما درتي والو، ديك الخدمه كامله اللي خدمتيها راه ضربتيها في الزيرو. دونك ورقه راه ما غاديش تجي تاكلك، راه انت اللي غادي تحكم في ورقه، راه ورقه راه ورقه، دابا ماشي نقطع راه نقطع. دونك انا اللي غادي نتحكم جي غير راسي، وانا اللي غادي نتحكم في راسي. وبحال هكا غتعرفي انك there is no need to stress، وحتى اذا ستريسيتي غادي تقلبي الجانب البوزيتيف. اوكي، واش ناسيونال ساهل؟ صراحه خايفه بزاف من الامتحان، ما عرفتش شنو ندير. ناسيونال واش ساهل ولا صعيب؟ ناسيونال عادي عادي، ما شوف سي دا حطولك شي حاجه صعيبه، ومن هو ما يحطولك شي حاجه صعيبه، مي اون جينيرال واخا كيحطولك شي حاجه صعيبه راه كيكون شي واحد من دوك لي زيكزام لي صعاب، اما ديما دي بيك وان انهم يحطوه صعيب، فهمتيني؟ صوف حنا في الكاد ديالنا كانوا يحطوا لنا صراحه المات والفيزيك صعيب، ولكن واقع لي حيت كان وقع لهم واحد المشكل ان ليكزام تسرب او وات ايفر. حتى فراسك ان ولا خصك تحط فراسك صراحه، ما عرفتش هادي واش بنت ولا دري، بات عطاني هو بحالو بحال اي اكزام غدوز في حياتك، بحال كاع لي زيكزام دوزتي في الدار، بحال لي زيكزام لي دوزتي في المدرسه، دي ار ذا سيم. مرات كيكون كاع تنسهل تعب في ناسيونال، هو ديك الفكره ان هذا هو اللي غيحدد لي المستقبل ديالي، هذا ليكزام الوحيد اللي ات ويل بي لي غادي بريزونتيني انا في المسيره ديالي القادمه. هذه الفكره هذه، وهاد الفكره هذه خصك تحكم فيها انت. راه عندك الحق، راه داك ليكزام مهم بزاف، ولكن راه كل فهمتي الحاجه كل ما كتعطيها القيمه اكثر، عرفتي ديك البلان ديال باش كتدسر شي واحد عليك كيزيد يطغى عليك، راه نفس الحاجه. اذا دسترتي الفكره ديال ان ليكزام راه شي حاجه صعيبه، وان هو اللي يحدد ديال المستقبل ديالي، راه الفكره براسها غتصار عليك، دونك كتولي كتاثر عليك. بحال كفكروا فيها، تيك ات ايزي، فكروا فيها بطريقه سيمبل. امتحان بحال كاع الامتحانات اللي غندوز في حياتي، اللي دوزت ديجا في حياتي، واسهل امتحان غدوز في حياتك هو الباك باش تعرف. من موراها ما كاين الصعيب الصعيب الصعيب، دونك هذه الفكره خصك تحطها في راسك. عطاني راه بحال كاع لي زيكزام اللي دوزتي، ولكن اللي زايده عليه هي ديك لا دوز ديال ان هاد الاكزام هذا مهم بزاف. فكروا بهاد المايند سيت هادي. حط لنا فيديو في يوتيوب على الشهر الاخر الباك بالنسبه للناس اللي سالوا البروغرام وبغاو يستغلوا الشهر الاخر مزيان، راه هو داك الفيديو اللي درت لكم على الباك، غنحطو لكم في شي قنيز هنا. هو د فيريو اللي قبل هذا اللي قبل منه، يعني تو فيريوز اوي. شحال خاص نقراو من ساعه في هذا الشهر اللي بقى؟ انا اش كنت كنقرا؟ كنت كنقرا من 8 د الصباح حتى 10 ديال الليل، ولكن راه ماشي كونتينيو، فهمتيني؟ راه كنت كنوض كناكل كنبقى نشوف تليفوني هذا. بلا ذكر ديال التليفون، بزاف الناس كيسولوني كيقولوا لي واش حيدتي تليفونك في الشهر الاخر؟ يعني انا صراحه عمري ما اتفقت على تليفوني، عمري في حياتي ما كانت عندي ديك الفكره ديال اوكي باش نوجد مزيان غنطفي تليفوني ونحطو جنبا، حيت الصراحه ما كنحس براسي كنتاثر بالتليفون. كتقول ديك الفكره ديال نهز التليفون نشوف فيه، لكن حاول تستثير راسك شي اوقات محدده، فهمتيني؟ تقول غنقرا نص ساعه ونهز التليفون، قرا ساعه ونهز التليفون، فهمتيني؟ بقا تفكر فيها از مكافاه ديالك، زعما راه نقرا هاد العدد الساعات هادو اوكي مراه نهز التليفون، ماشي تحيدو التليفون في خطره. راه انا بعدا ما كتدخلش هاد الفكره راسي، حيت راه عرفتي شنو هي تقرا وعارف راسك ان تليفونك ما عندك، صراحه كتزيد ستريسك. ما فكره بحال هكا كتقول كتبدا تكره القرايه، وكتبدا تكره الفكره ديال انك كتقرا غير حيتاش انت حاط تليفونك. راه حنا ما كناش نكذبوا على راسنا، راه كنا مدمنين على تليفوناتنا، وديك الفكره ديال انك تحيد شي حاجه اللي انت مدمن عليها راه كتزيد ستريسك، راه ماشي كترخف عليك. ما عرفتش فهمتوني ولا لا، ولكن انا عندي فكره مختلفه على القضيه ديال التليفون، ولكن شوفوا نتوما شنو كيناسبكم. واش كتحسوا التليفون كياثر عليكم بزاف بزاف بزاف؟ خصك تلقى الحل لراسك. ولكن اذا كنت شي انديفيرون ولا بالعكس الفكره ديال ان التليفون باقي عندك تجي تحبك في القرايه، دوت انا ذا زيكزام ديال البروغرام ديال العطله. البروغرام ديال العطله اللي غديروا دابا هو داك البروغرام اللي كنت قلت لكم في فيديو، هذيك لا فيديو من 8 حتى ل 10، هذاك هو البروغرام اللي غادي ديروه. انا اصلا داك البروغرام انا كنت بديتو من شهر 5، يعني بديتو من دابا، اللي تقدروا نتوما تقولوا هذه العطله اللي داخلين فيها. غير واش كافي باش نوليو نراجعوا البروغرام الاول؟ وي باش تراجع البروغرام الاول كافيك كافيك وموفيه، وغيبقى لك الوقت، زعما يبقى لك الوقت باش تخدم التمارين، يعني فهمتوني؟ واش خاصني نبدا نخدم لي زيكزارسيس الصعاب ومن يقرب الامتحان نبقى نخدم الساهلين؟ وي راه قلتها لكم باش تكون باقي ديك الاسبوع بحال هكاك، غادي تبقاو ترجعوا غير داكشي اللي ديجا خدمتوه بحال هكا وكان جاكم صعيب، غير باش
تريفرش الميموري ديالك. و اون جينيرال كتخدم داكشي اللي ساهل اللي ديما كيتحط فهمتيني اللي فوندامونتال يمكن شي وطني دوز بلا فيه. ممكن تعطي انا السيت ويب اللي كنتي كتخدمي بانو تاع لي زيكزارسيس اب ديال الفيزيك. لي زيكزارسيس اب ديال الفيزيك كناخدهم الوطنيات ديال سيونس مات. ابار سا كاين داك السيت ديال الاضرار فيزيك، ولكن اضرار فيزيك راه ما فيهش الكوريكسيون. غديروا معاه داك البلان اللي قلت لكم ديال كيفاش كنت كنخدم في ماكسي، راه نفس الحاجه. باش كتحسم لي كتدخل الامتحان واش مخلوعه ولا عادي، كتدخل مخلوعه اوف كورس غتدخل مخلوعه. اذا دخلتي عادي عرف راه فيك الخلل، حيت راه مايمكنش ما تدخلاش، راه مايمكنش. زعما انا الفكره ديال عمري ما دخلتش اكزام وكنتش مخلوعه، سوف هادوك اللي كدوزهم في الدراسه. ما راه باش كدوز امتحان بحال هكا اللي كيكون جلوبال عنده اون فالور، راه بالضروره كتدخل مخلوع. ولكن راه قلت لكم كيفاش تقدر تتحكم داك الخلعه ديالك، وديك الخلعه راه عادي اذا حسيتي بها راه عادي، وراه خصك تحس بها. ما عرفتش كيفاش بصح بحال كنخلعكم، راه ماشي كنخلعكم، انا كنقول لكم الواقع باش توجدوا راسكم نفسيا ومعنويا و everything فهمتيني. خاصكم هادشي تكونوا عارفينه باش حيت شي يخدم جوج شي ناس كتقولوا لهم راه غادي تخلع، اش كتقولوا لهم غادي تخلع وغادي تستريسا، راه حيت بصح غادي تخلع. اذا ما عرفهاش دابا غيعرف انا هذا ليكزام راه هو ورست فهمتوني. ممكن انسان ضعيف في الماط يجيب ناسيونال مزيان، يس ممكن تجيب ناسيونال مزيان، حيت اول حاجه مثلا اذا كنتي فيزيك راه المعامل ديال الماط هو نفسه ديال الفيزيك، دونك راه تقدر تكونبونسي بالفيزيك. وراه كاين الاس بي تي وكاين الفلسفه وكاين لونغلي، تقدر تقول غتاثر عليك في النقطه غتهبطها لك شي شويه، ولكن راه اذا كنت مزيان في هذوك الاخرين راه غادي تطلع لك النقطه، هذوك المواد الاخرين يطلعوا لك النقطه ديالك فهمتوني. واش تنصحيني السمانه اللي قبل الوطني نخدموا فيها ولا ارتاحوا؟ ما كاينش حاجه اسمها الراحه، ما ترتاحوش، ما عمرك ما غترتاح. والنهار بديتي كتوجد الوطني ما غترتاحش حتى تبدا العام الدراسي لونيفرسيتي عاد ترتاح. والله اتس فيري ستريسفول، اتس فيري هارد كور، وبزاف ديال الانرجي خاصك خاصك تكون مستعد ليها. ما كاينش حاجه سميتها الرتاح. صراحه فديك السمانه الاخرى كتهبط البيس شويه، كتبدا ترغف على شويه على راسك، ما تبقاش تخدم داكشي اللي صعيب كيف ما قلت لكم. من هاد الناحيه هذيك تبقى تخدم داكشي اللي ساهل، داكشي اللي باين، داكشي اللي كلشي عارفه فهمتيني. ولكن واش غترتاح تجلس في دارك تبقى منعس النهار كامل؟ نو، ما عندها حتى شي معنى. وانا كنفكر بحال هكا، كنفكر في عقلي انا داخله ندوز امتحان وطني وعارفه اسبوع الاخر السيمانه الاخرى فيها كنت غير مرتاحه، راه غنتخلع غنقولو الا ما قريت والو. حيت ديك السمانه الاخرى هي اللي كتكون فهمتيني كتراكا ازال، كتقول كتدخل مسلح بشي حاجه مرتاح وجا دخلت تكمل نعاسك نهاد الوطن. انه الراحه اذا كنتي كتهضر على الراحه من ناحيه انك غترخف على راسك شويه وي، ولكن باش ترتاح نعاسك او نوب. كيبقى جاني داك الضوء ديال ما غنجيبش مزيان باقي، وي راه عادي غيجيك داك لو دود، حيت راه كتدخلك الوقت ما تفد ليكسبرسيون ديالك كتعرفو، مي كتدخل عليك الوقت كتقول اوكي هادشي قرب I have to do something about it، ولكن راه عادي. اذا ما حسيتيش بداك الشعور راه فراسك غادي في الهاويه. حيت راه بعد الانسان اللي كيتخلع راه هاد البيرسون اللي مهتم بالموضوع. اي واحد كيتخلع لو دير شي حاجه ولا كيخاف ولا كيكون عنده داك الشعور ديال لو دوت، راه بصح كيهام الامر وهي كيرز اباوت هيم سيلف وهام الفيوتشر ديالو دوك اللعيبات. اما واحد ما مسوقش وما حاسش بالستريس راه ما مسوقش، راه داك اللي خصك اللي خصنا نخافو عليه هذاك اللي خصك تمشي تهضر معاه تقول له لا تخلع. اما واحد مخلوع يس ما تخلعش بزاف، حاول تحول داك الخلعه البوزيتيف، ولكن ماشي ما تخلعش كاع. راه التخلع راه موتيفاسيون انا بالنسبه ليا، ما عرفتش انا عندي افكار شويه ويرد على هادشي هذا، مي راه باش كتخلع كتخدم اكثر. النصيحه اللي نقدر نعطيكم قبل الباك، تستريساش ماشي ما تستريساش، زعما راه غادي تستريسا ما باش تعرف راه غادي تستريسا، ولكن وجد راسك نفسيا انك غادي تستريسا، وجد راسك انك عارف راسك غادي تستريسا. عارف كيفاش دير غير الوقت ديالك، يعني في الدار ملي تكون كتخدم ما تبقاش تخدم بحال هكاك عندك وطني شاد فيه 4 ديال السوايع، راه شكون هذا اللي غايديرها؟ دونك ماشي بالضروره تحط كرونومتر، مي راه انت كتعرف راسك باش كتعطل بزاف شي تمرين. النصيحه اللي نقدر نعطيكم راه قلتها لكم قبيله، ديال انك داكشي اللي غتبقى تخدمو في الدار طريقه الكتابه ديالك وداكشي هي نفسها اللي ناوي تكتب بها في الوطني، ماشي تبقى تسهل على راسك في الدار ودير انميكا وتقول لا هذا ماشي مشكل ما نكتبهاش دابا، ماشي هذا ما نكتبهاش دابا، راه بصح ماشي مشكل تكتبهاش دابا حتى شي واحد ما مراقبك في ديك اللحظه، ولكن راه دار الوطني ما كتعرفش ديك الجمله فين تكتبها بالضبط فهمتوني، كتكون عندك ولكن ما كتعرف فين تكتبها. راه هذا اذا غتفهموه غير اذا طحتو فيه فهمتوني، انا راه طحت فيه. دونك كنصحكم على التجربه ديالي، كرا انه مجرد امتحان وانت اللي غادي تحكم في الورقه ديالك، ماشي شي واحد اخر يتحكم فيها، والمصير ديالك في يديك. بعد داك الفاكت اللي غادي تفكر ان المصح ما يصحش ليه مزيان يحطوا لي امتحان صعيب هادي كساعدك بيناته هو وربي، هذاك اللي ما كيصحش لك مزيان بيناته هو وربي، هذاك اللي كيحط لك امتحان صعيب باش يسقطك بيناته هو وربي. دونك انت دير ما عليك، وداك الشيء ما على الناس الاخرين راه هما اللي غادي يديروه، زعما ما تفكرش ليهم هما كيفاش يحطوا عليك وداك البلان بحال هكا.
قبل ما نبداو مسيحه نقولوا بسم الله، قراو سوره الاخلاص، قراو القران اللي حافظين. راه بصح باش تبدا ليكزام راه واخا دير كرونو دوك اللعبه، باش تبدا الوقت صافي بدا وقت الامتحان ضروري دير واحد الاستعدادات نفسيه ليك، قرا قران، اعطي اقول لك راسك كلمه زوينه، نقرا نخدم مزيان، داكشي راه واخا يبان لك ما كيزيد في والو، وكان راه كيزيد والله حتى كيزيد. اكتب سميتك، سيو سميتك والرقم ديالك وافريثينغ، راه هما كيراقبوا في كيراقبوا زعما لي بروف كيراقبوا، ولكن اذا كنتي كاتب في سميتك في الورقه الاولى راه يقدروا هما يزيدوا لك يكتبوا لك في الورقه الثانيه والثالثه والرابعه، هذوك اللي كيكونوا حاضرين كتبوا من بعد ما كتخرج انت من القسم وكتعطي الورقه ديالك راه كيفيريفيو. ولكن لا حبه تكتبوا من راسك، ما تعرفش شنو يقدر يوقع، يقدر داك اللي حاضرك في ديك اللحظه هذيك يتجاهل الدور ديالو وما يديرش داكشي اللي خصو نورمالمون يدير. سير بكري راه يقدروا يقولوا لك بزاف ديال لي زانكونفينيون، يقدروا يقولوا لك بزاف ديال البلانات قبل ما تدخل الامتحان. انا راه النهار ديال ليكزام ديالي دخلت المدرسه الغالطه في الساعه الاولى، زعما نهار الاولين دخلت المدرسه الغالطه بلاص ما ندخل المدرسه ديال اليمن، دخلت المدرسه على اليسار ودا انا ذا سيم، فهمتي، دخلت المدرسه الغالطه والحمد لله كنت جيت بكري، فهمتيني، دونك كانت عندي داك الوقت ديال انني نستوعب الموضوع نخرج بحالاتي ونمشي للمدرسه الاخرى. دونك راه ما تعرفش شنو يقدر يوقع، دائما سير بكري باش تانستالا بلاصتك باش تعرف ديك البلاصه اللي غتكون فيها، ماشي مع الدخله مع دوز ليكزام، وعمركم ما تعطلوا. وهذه البلان عاوتاني يقدروا يسدوا عليك الباب، راه اذا سدوا الباب راه دوك الغات خباش اذا جبت شهاده طبيه، ولكن راه نفسيا عارف راسك عندك الغات خباش راه كارثه، زعما نفسيا عارف راسك عندك الغات خباش ماشي حيت ما خدمتيش مزيان، حيت انت ضيعتي ديك الفرصه ديال انك جيتي معطل. ما تهضروش بزاف قبل ليكزام، ما تهضروش بزاف، ما عرفتش كيعطيك نصائح بحال داكشي اللي دوزت انا. اهلا ناقشوا بيناتكم، ولكن ماشي حاولوا تقلبوا الموضوع في باش تكونوا كترتاحوا، ديك الوقيته ديال الاستراحه، ديك الوقيته اللي قبل ليكزام ديالك كتكونوا باقي ما دخلتوش ليكزام ديالكم، حاولوا تفرفهوا على راسكم وتضحكوا شي شويه، ماشي تستريسي، ما كاينش تدخل ليكزام اللي تعرف راسك تستريسي فيه، تدخل مستريسي اصلا، ستريس فوق ستريس نوب. انا غادي ندير لكم واحد الفيديو ديال كيفاش غادي دوز دوك 3 ايام الاخره، زعما شنو الاشياء اللي خصك دير، شنو من الاشياء اللي خصك دير معاك. زعما مثلا عرفتي ديك البلان ديال كيكون عندك صباح فيزيك وراه عندك في العشية عندك لونجلي، دونك شنو خصك دير بين داك الكاب، شنو خصك تراجع في الليلة اللي قبل ليكزام، شنو خصك دير، هادشي غادي ندير لكم فيديو بوحدو باش نعطيكم لي ديتاي ديال لي ديتاي. دونك هادو النصائح اللي عرفتهم دابا، إذا كانوا شي نصائح أخرين نديرهم لكم ديك لافيديو، أنا نتغوبوز مع راسي وغادي نجلس ونقول شنو هما النصائح اللي درت أنا واللي ما درتش أنا وناويكم بغيتكم ديروهم نتوما حتى أي ريغريت ما درتهمش، واخا الصراحة ما ريغريتيتش بزاف. المهم صافي، لاست كويشن، كيفاش حتجبتي 20 في الفيزيك تي دوبلي؟ اختي الحلم ديالي هذاك والله ما كرهتش نجيب حتى انا هاد العام. اول حاجه كيفاش بدات 20 في الفيزيك، ساشون كو ضاعت لي 20 دقيقه، راه قلت لكم ضاعت لي 20 دقيقه، واصلا كنت داخله مستريسي حيت اصلا تلفت من المدرسه وكنت كنجري، كنت اي واز لايك ران، كان قلبي كيدير بوم بوم بوم، حيتاش كنت يلاه حبست من الجرا ودخلت باش ندوز، وكان اول نهار فهمتي راه كيدخلوا بزاف ديال العوامل. اوكي خصكم تعرفوا ان راه واخا تضيع الوقت في الاول شي حاجه بحال هكا ما تفكرش فيها شي حاجه نيجاتيف، فكروها في ان ديك الوقت اللي كان الوقت ديالك باش تسترجع النفسيه ديالك، باش تعرف شنو خصك دير وما ديرش، واخا تضيع الوقت عمرك تشوفهاش نيجاتيف لي، فهمتيني، راه شفتها نيجاتيف لي غتستريسا. انا ديك 20 دقيقه اللي ضيعت شفتها بزاف دازت، انا بروفيتي من داكشي اللي بقى لي، بروفيتي منو او ماكس، ما كنتش كنعرف شي حاجه في ليكزام، ما كنتش كنعرف شي حاجه، كنسجل السؤال ما عرفتوش كنقصو صافي كندير عليه علامه في الورقه كنخلي ليه بلاصتو وكنمشي للسؤال الموالي، بحال اللي خاصكم ديروا كاع لي زيكز في كاع الامتحانات، ما تجيش تبقف عليه وتبقى غندير فيه، راه يضيع عليك الوقت. خدمت الوطني ديال سيونس مات راه دي هيلب ا لوت، ليكزام ديالنا كانوا يسولوا بزاف ديال الاسئله دو كور، يعني يسولوا عطاونا دي كيو سي ام، دونك جو بونس عاوتاني اللي عاوني انني كنت كنركز على الدرس ديالي، دونك هادو بزاف ديال الاشياء اللي كيدخلوا في الموضوع. يس اند جايز ذيس از ذا اند اوف توديز فيديو، اي هوب يو انجوي ذيس، اف يو ديد بليز تيل مي، هو انستغرام ديالي حيت كندير لكم بزاف ديال المرات ستوري ديال باش نجاوبكم على الكيسيون ديالكم، باش حاجه فور يوتيوب ولا بعض المرات كاع نقدر ندير لكم هاد الاسئله اللي باقي ما جاوبتش عليهم اللي كانوا كاينين في انستغرام وما جاوبتش عليهم، راه غنديرهم في ستوري. و اذا كان عندكم شي كاسيون ولا شي سيتواسيون اللي خاصه بكم صيفطوها لي في الدي امز. واخر حاجه نقول لكم ما تخافوش، هذا راه مجرد امتحان واسهل امتحان غدوزو في حياتكم، اتس رايت والله ما كيكذبوا عليكم، حتى انا كنت كنقول لك كيفاش هذا امتحان واخا باقي ما دوزتش لي زيكزام انا ديال اليونيفرسيتي تاعو ديال الاضراب وداك الشيء، ولكن راه بصح اسهل امتحان اللي غدوزو في حياتك، حيت بصح داك الشيء اللي مور الباك راه صعيب. دونك اللي خصك تعرف تيك ات ايزي اون يور سيلف، ارتاح مع راساتك، راه واخا امتحان عنده اون غراند فالور، ولكن اذا ما كنتيش نفسيا مزيان راه ديك الكوند فالور هذيك غادي تطغى عليك وغادي تاثر عليك. باي، سي يو ان ذا نيكست وان.